فبعدما كثر ماله وعز جاهه
الحاجات دي وتهاجم مع محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى الاخلاص قال لهم ايه اللي هو تربى وبدا الايمان شقاق قلبه. قال لهم ايه؟ ارايتم لو تركت لهم مالي اخلدتم سبيلي؟ لو الحاجات اللي انا جمعتها كلها خدوها من قبل ان انا اهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتوني وشأني؟ فقالوا له لك ذلك فسدوهم كل مالك. فلما ذهب ووصل الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلم النبي بصنيعه قال ربح البيع يا صهيب ربح البيع يا صهيب. ليه؟ لانهم دخلوا في الاسلام علموا ان الدين الاسلامي هو الحق دين ليس فيه رياء ليس فيه ايثار. انت كمسلم صائم انت حاسس نفسك كده انت في النفس شيء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تقي نفسك شر الرياء تقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. لو انت قلت الدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا الرياء. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم لا تسلط علينا ذنبا